اقول لكم بسرعه اخبار الاهلي. ان شاء الله الاهلي بزيه التقليدي غدا ان شاء الله في المباراه النهائيه، والترجي ايضا بزيه الازرق. اليوم عقد اجتماع فني لمباراه الاهلي والترجي التونسي، والتي ستقام في 9 مساء غد الجمعه ان شاء الله على استاد الجيش ببرج العرب، وحضره من الاهلي محمد يوسف المدرب العام والقائم على القائم باعمال مدير الكره، وماهر عبد العزيز المدير الاداري، وحضر من الترجي رياض بن نور نائب رئيس النادي ورئيس البعثه، بجانب طاقم التحكيم ومندوب من مديريه امن الاسكندريه. واسفر الاجتماع عن ارتداء الاهلي لزيه التقليدي الفانله الحمراء والشورت الابيض والجورب الابيض الشراب الابيض يعني، ويرتدي الحارس الطاقم الاسود. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي وكل التوفيق للشناوي بكره ان شاء الله. فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الازرق، ويرتدي الحارس التونسي الفانله البيضاء والشورت الاسود. وتم الاتفاق على تحرك الفريقين من فندق الإقامة في 7 مساء قبل موعد المباراة بساعتين. نروح لخبر تاني، والكاف يحاضر الأجهزة الفنية للأهلي والترجي في تقنية الفان. حضر باتريس كالترون المدير الفني ومحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة واثنان من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة عن تطبيق تقنية الفار مع مسؤولي لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم. عارفين حضراتكم أن تطبيق الفار إن شاء الله بكرة يكون أول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية وفي تاريخ النهائي الأفريقي. أعتقد إن شاء الله يكون يعني يدينا حقنا شوية في الظلم التحكيمي الدائم اللي بتعرض ليه النادي الأهلي. مع تحفظنا طبعا إن شاء الله يكون الحكم بكرة على مستوى المسؤولية. وتعقد المحاضرات التنسيقية لتعريف اللاعبين والأجهزة الفنية بقواعد الفار في مباراة الغد. ويشهد النهائي الافريقي زي ما قلت لحضراتكم لبطوله دوري ابطال افريقيا غدا الجمعه المره الاولى لتطبيق هذه التقنيه داخل البطولات الافريقيه. ايضا هيعقد مسؤول الكاف نفس المحاضره مع الجهاز الفني ولاعبي نادي الترجي التونسي. نروح لخبر تاني، احمد فتحي الوحش بتاعنا والراجل جدا بتاعنا تعافى جدا وان شاء الله جاهز لمواجهه الغد. خالد محمود طبيب الفريق اكد على جاهزيه احمد فتحي ظهير ايمن الفريق. ما شاء الله جوكر يعني، مش عايزين نقول ظهير ايمن بس، مساك هتلاقيه في نص الملعب، هتلاقيه باك شمال، هتلاقيه ممكن جول كمان تلاقيه. ما شاء الله احمد فتحي راجل، ونفسنا نكون لعيبه بكره ان شاء الله كلها نفس روحه ونفس رجولته ان شاء الله هم يكونوا كده باذن الله. اوضح ان فتحي شارك في مران امس بشكل طبيعي بعد خضوعه لبرنامج استشفائي لمده يومين، واضاف الام الاصابه التي تعرض لها باجهاد في العضله الاماميه. محاضرة قبل مران الأهلي الرئيسي اليوم، تناول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجبة الغذاء داخل فندق الإقامة في تمام الثانية بعد ظهر اليوم بعد حضور محاضرة فنية عن مباراة الغد. وسمح الجهاز الفني بقيادة باتريس كالترون بالحصول على راحة في الغرف حتى الفريق الأول مران الرئيسي. مران بيقام دلوقتي يعني كان قيم منذ قليل في الساعة 6 على ملعب برج العرب بالإسكندرية. إن شاء الله يكون تمرين الخطوط الرئيسية لمباراة الغد وآخر التعليمات قبل مباراة الغد المصرية. أيضا النجم هشام محمد بيغيب عن مواجهة الترجي للأسف وتجهيزه لمباراة العودة. كان هشام محمد وأنا كنت حضرت المران قبل الأخير أو قبل ما يسافروا بيوم، كان هشام اشتكى بشد خفيف في العضلة الخلفية. يعني معلش يا هشام إن شاء الله تكون جاهز لمباراة العودة بإذن الله. المباراة تكون برضو مهمة وإن شاء الله نكون محتاجينك وتكون جاهز بإذن الله. خالد محمود كشف إن هشام محمد لاعب وسط الفريق غاب عن التدريبات الجماعية أمس بسبب استمرار شكواه من إجهاد في العضلة الخلفية، وأوضح إن هشام خضع لعلاج طبيعي واستشفاء في الجيم وتدريبات علاج مائي لتجهيزه للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. وأكد محمود أن هشام يتم تجهيزه حاليا لمباراة العودة أمام الترجي والتي ستقام يوم 9 نوفمبر بإذن الله. أضاف أن اللاعب تتحسن حالته يوما بعد الآخر خصوصا أنه يعاني من إجهاد وليس شدا. ده كلام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود. أيضا الجزائري مهدي عبيد حكم لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي أفريقيا. أسند الاتحاد الأفريقي الكاف إدارة مباراة الأهلي والترجي التونسي والمقرر لها غدا الجمعة للحكم الجزائري مهدي عبيد، ويترقب عشاق الكرة الأفريقية دقات الساعة 9 مساء الجمعة عندما يستضيف الأهلي نظير الترجي التونسي في ذهاب المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي على استاد برج العرب.
الجزائري مهدي عبيد ان شاء الله يكون عند حسن ظننا. عايزين حقنا بس، عايزين حقنا بس، مش عايزين اي ظلم. يعني السنه اللي فاتت ظلمنا ظلم بين جدا هنا وهناك كمان. مباراه الوداد لو حضراتكم تفتكروها كانت تخلص من هنا، وبرضه هناك كان هنا ضربه جزاء واضحه جدا، وكان في يعني خلاص بقى كان في ظلم تحكيمي. بس ان شاء الله يعني الحكم الجزائري يدينا حقنا. اقول لكم بسرعه، افكركم بقائمه الاهلي اللي اختارها الكالترون او الابطال ان شاء الله اللي هيكونوا موجودين بكره. هيكون موجود منهم 18 لعيب. الفرنسي باتريس كالترون كان اعلن عن وجود شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي واحمد فتحي ومحمد هاني وسليف كوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف وصبر رحيل وحسام عاشور وعمرو السليه وهشام محمد واكرم توفيق وكريم ندفد واسلام محارب وصلاح محسن ومروان محسن واحمد حمودي وليد سليمان ميدو جابر واحمد حمدي ووليد ازار. دي قائمه اللعيبه اللي سافروا، وان شاء الله يختار منهم بكره الجهاز الفني. يعني اللعيبه كلهم ان شاء الله يكونوا مسؤولين بكره حسن تمثيل، احسن تمثيل، وان شاء الله يكونوا عند حسن ظننا كلنا. خلاص دخلنا في اجواء المباراه، يعني انا كمان بدات كمان ادخل في اجواء المباراه. انتوا عارفين قلت لكم قبل كده لما يكون في حتى في مباراه في الدوري كل القناه هنا بتبقى يعني على قدم وساق. تخيلوا بقى مباراه النهائي الافريقي والعرس الافريقي اللي كنا بنستناها كمحبين ومشجعين قبل ما نكون شغالين او بننتمي لهذا الكيان العظيم. اكيد يعني كلنا ترقب لهذه المباراه في التاسعه مساء. عايزين الساعه تجري، عايزين نشوف الاهلي هو بيكسب بكره ان شاء الله. دعواتكم للقلب، محتاجين